ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا. طبعا هلا بفقره فيتامين رح نحكي عن موضوع انتم رح تستغربوه. دائما بنسمع يا احمد نقول ادمان مخدرات، كحول، عقاقير طبيه، بس ما عمرنا سمعنا بادمان الطعام. فهذا رح يكون مثلا ناس كثير ممكن بتعمله صحيح، بس ما بيعرفوا انه اسمه ادمان الطعام. فخلينا هلا نرحب باخصائيه التغذيه الاء. يسعد صباحك يا الاء. يا هلا يا هلا، صباحكم. اهلا، صباح الورد. صباح الخير، اهلا وسهلا. التاخير هذا، شو التاخير هذا؟ بس نستناكي، حقكم علينا. لا بالعكس، شرفتينا. صباحك. صباحك يا رب. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. موضوع اليوم جديد نسبيا، زي ما حكينا بالهاي بالمقدمة، بنسمع كتير إدمان على أشياء تانية، زي ما برضو حكت فرح، مخدرات، تدخين. صحيح. إدمان الطعام مش كتير يعني بنسمعه. كبداية ليش سميناه إدمان طعام؟ يعني ومتى ممكن نوصل لهذه المرحلة؟ صحيح. هلأ هو أولاً مصطلح جديد نسبياً للعالم، مثل ما حضرتك تفضلت أنه نحن أصلاً متعودين أول ما نسمع إدمان يخطر ببالنا مخدرات، كحول. صحيح. وهي الأشياء. هلأ هو لا يقل خطورة عن إدمان هاي الأشياء اللي نحن حكيناها. ليش؟ لأنه إله الكونسيكونسز أو العواقب تبعه كتير قوية على الصحة. كيف إجا موضوع الإدمان أو ليش تسمى إدمان؟ لأنه تقريباً بيعمل المواد أو الأشياء اللي نحن مندمن عليها كمواد غذائية لها نفس التأثير كمواد، خلينا نحكي زي المخدرات أو الكحول. صح بنسبة قليلة، بس هي رح تفرز لي بالنهاية بالخلايا الدماغية هرمون الدوبامين. فبالتالي إيش رح يصير عندي؟ رح يصير عندي شعور بالسعادة، شعور بالراحة، شعور بالنشوة. فهذا الإشي رح يخلي الجسم بحاجة أكتر لكميات أكبر، فبالتالي رح يربط هذا الشخص المدمن على أنه أنا مثلا نفترض نوع معين من الأكل، خلينا نحكي فاست فود، خلينا نعطي أمثلة واضحة أكتر أو عملية أكتر، زي البيتزا، الشاورما، البرجر. هاي الأشياء تعطي شعور بالسعادة من أول لما بيأكل مثلا أول لقمة منها هيك لآخر لحتى ما يخلص كل الكمية الموجودة عنده. هذا الإشي كل ما له رح يزيد من احتياجه لإلها. فبصير عنا هون موضوع الإدمان، نوع معين من الطعام بيكون من السكريات أو من الحلويات وبيكون عالي بالكربوهيدرات والدهون مع بعض. فبالتالي كل ما زاد عندي حاجة الجسم لهذا الإشي بزيد كميات استهلاكها. هون ببلش بقى الشخص المدمن يرتفع بالموضوع، يعني او يصير الحاله خطره شوي، يصير في الاثار السلبيه. بالضبط. يعني يبلش، ممكن يبلش بكميه قليله، كل ما له يزيد الكميات، كل ما زدنا الكميات كل ما صارت في خطوره اكبر. اوكي. طب الاء بدي اسالك هلا، اوقات انا ممكن اكون بحب الاكل بشكل عام. صحيح. متى بتقولي هذا الشخص محب للطعام؟ صحيح. متى هذا مدمن؟ صحيح، سؤال كثير حلو. تمام. هلا نحن رح نحكي ايش الاعراض اللي بتصيب هذا الشخص. كل ما كان عندي عرض او اكثر من عرض من هدول الاشياء ومتكرر يوميا، معناته أنا بحكي هذا الشخص مدمن على الطعام. كيف نبلش فيه هون شوي شوي؟ هلا عنا نحن الشخص بعد ما يأكل الوجبة بحس حاله إنه هو صار عنده تأنيب بالضمير، منزعج، مش مرتاح، ضايق لأنه أكل ممكن كميات كبيرة، كميات زيادة عن حاجته كاحتياجات، خلينا نحكي كسعرات حرارية وكماكروز. يعني مثلا الشخص أكل كل أكله، بيجي مثلا الساعة واحدة تنتين بالليل بده يروح يأكل مثلا بيتزا، يأكل برجر، شاورما، هو أصلا مو بحاجة هذا الأكل، وزيادة عن احتياجه عن الكالوريز تبعه الانتيك، وبنفس الوقت بوقت متأخر، فرح يصير عنده زيادة، بيشعر بعد منها بتأنيب الضمير، ورح يصير عنده حالة من النهم، ما رح يوقف، رح يرجع كمان يأكل زيادة فوق منها. فهي زي بتجي معانا زي نوبة، إنه أنا خلص متى ما فتحت مجال للأكل رح يصير أكل كميات غير مدروسة، خيارات غير صحية أبدا، فبالتالي رح يصير عندي زيادة بالوزن. هلأ بعد ما يصير عنا موضوع تأنيب الضمير وكميات كبيرة، بياكل أول فترة بسرعة الشخص، بعد منها بيصير بياكل بشراهة وبياكل بنهم كبير. هذا الشيء كمان رح يؤدي لزيادة بالوزن. إيش كمان بيصير معنا؟ الشخص المدمن على الطعام لما بيمر بمكان مثلا، رايح لنفترض مثلا على السوبر ماركت بيشتري منظفات، بيمر بشم ريحة الأكل، لما شم ريحة الأكل هي صار عنده خلينا نحكي استسارة لموضوع الغدد اللعابية، يشتهى الأكل. هذا لحديت الآن طبيعي، بيصير معي إنسان طبيعي لحديت الآن، بس لما أول ما يشوفك الشخص اللي انت جايه مثلا بدك تشتري من عنده، معروفه لهذا الشخص، تمام، بيعرف الاوردر تبعك ايش هو، فبيحضر لك يا قبل ما توصلي او قبل ما تطلبي لسه، تمام، في بينك وبينه كوميونيكيشن اكثر. فلا انت بتيجي لعنده كل يوم، تاخذي مثلا زبون دسم هذا بالضبط، تاخذي من عنده كرواسان، تاخذي من عنده معجنات، تاخذي من عندي عندك
يعني أنا مدمنة ولا طبيعية؟ الله يخليك طمني. هل هذا الإشي بيتكرر عندك يومياً؟ ولا أشم ريحة إشي ذاك لأني عطول رايحة، هو لحاله بيعرف بدك هيك أكتر لك الهاد. أيوة بالضبط. تمام. هذا إدمان. هلا إيش نوع الأكل بالضبط اللي أنت تاخدي؟ حسب، أنا بحب كل الأكل. بحسبتي كانت تحب كل الأكل. بتوقع هنا هاي نقطة مهمة كنا بنحكي فيها. وهذا السؤال تحديدا أنه إيش نوع الأكل؟ بتوقع نوع الأكل يحدد إذا في إدمان بالزبط. أو لا، لأنه صحيح. بحالة مثلا فرح إذا على كل إشي ما بتوقع مش إدمان. بالضبط صحيح. ياخدوا عني فكرة. لا لا مش إدمان. مش إدمان هذا، لأنه أنت بما أنه عندك الموضوع كل الأكل. أنا سألتك إيش نوع الأكل، هل يا ترى هو عالي بال، خلينا نقول بالسكريات أو الحلويات، هو عالي بالكربوهيدرات مع الدهون مع بعض، ولا كل شيء ما في إشي معين؟ يعني حتى في ناس بيصيروا بيقول لك أنا مثلا تشيز كيك، إنه خلص بحب التشيز كيك كتير، مدمن تشيز كيك، مدمن شوكليت، هو عن نفسه عارف حاله بيحكي مدمن. لأنه كل يوم مثلا زي إدمان الكافيين، خلينا نحكي الشخص أي حدا فينا حتى بيقول أنا ما بقدر أطلع من البيت قبل ما أشرب فنجان القهوة تبعي. ناس بتقول لك ما بقدر أخذ فنجان القهوة إلا معه مثلا الكوكيز الفلاني أو قطعة الشوكليت الفلانية. خلص معناتها أنا مدمن لهذا النوع من الأكل ولازم أخذه بشكل يومي. هلا إيش كمان عندنا شغلة كتير مهمة، في ناس بتصيبهم حالات من القلق أو التوتر أو الغضب، بده هاي الطاقة اللي عنده إياها سواء كانت أو حتى ناس بيفرحوا بدهم يصبوا هاي الطاقة الإيجابية أو السلبية، خلينا نحكي، بروح للأكل حسب طبيعة هذا الشخص. لما بيروح لأكل معين أو بيطلب نوع معين من الأكل، هون صار معناتها في إدمان. أما إذا أكل أي إشي موجود عنده متوفر بس لحتى يهدي حاله من، خلينا نحكي، نوبة القلق أو نوبة الغضب أو الإشي اللي هو صاير معه، هذا طبيعي ما يعتبر. لا أنت عم تحكي يعني هاي الأسباب اللي ممكن، هاي الأعراض، أعراض اللي بتظهر إذا كان عندنا أكتر من عرض من هدول الأشياء اللي هنا حكينا، التناول كميات كبيرة بشراهة، بنهام، من مر من مكان بناخذ، هاي الأعراض. طيب. إذا اجتمع عنده أكتر من عرض بيكون هذا الشخص مدمن. أوكي تمام. طب بس في قبل بحلقات سابقة كان موضوعنا برضو عن الأكل العاطفي. تمام. اللي أنا شايفه إنه في ترابط كبير بين أعراض الأكل العاطفي وأعراض صحيح. الإدمان وخصوصاً الشعور بالذنب بعد الأكل. تمام. هلأ الإيموشنال إيتينج هو كلياتهم بيرجعوا لموضوع الإيتينج ديس أوردر، اضطرابات بالطعام، نهم الطعام، الشراهة. في ناس يعني في كتير له هو أنواع، بس إيش الفكرة فيه؟ الإيموشنال إيتينج بيفرق شوي على موضوع اللي بيصير عاطفي أكثر بأوقات معينة من النهار أو مثلا بالليل، بيصير الواحد ما بيقدر يتحكم أو بوجود الأشخاص، وجود شخص معين. بينما الإنسان المدمن على طعام أو الشره انطوائي أكثر، بيحب يأكل لحاله. ليش؟ لأنه بيأكل بسرعة فما بده الناس يشوفوه، بيأكل كميات كبيرة فما بده الناس يشوفوه، بيصير عنده زيادة بالوزن وسمنة، ما بيروح، بيصير ما بيحب يروح على المناسبات، ما بيحب يروح على الاجتماعات مشان الناس مظهر. والوزن والشكل وهي الأشياء، هالأشياء كتير بتعني له. بيرجع بيحس حاله، بيصير عنده مثلا نوبة من الاكتئاب أو الضجر أو التوتر، بيرجع كمان بيأكل بيزيد. بينما الإيموشنال إيتينج ممكن شوي يعمل ستوب، يقدر يتحكم بالكميات والنوعيات. بينما اللي بيكون الشخص المدمن ما عنده مجال للتحكم بالكميات. ليش؟ لأنه هو أصلا مش جوعان، يعني مش حالة جوع، لأنه نحن لما منجوع أصلا يعني بيصير عنا في تلبية حاجة فيزيولوجية بالجسم، بدنا ناكل نتيجة الجوع، ناكل أي إشي خلص نسكت جوعتنا أمرنا تمام. بينما الشخص المدمن لا، لازم يأكل النوع المعين اللي هو مدمن عليه. طيب أنا مثلا ضميري بأنبني بس أخلص أكل، مثلا ليش ما بيشتغل قبل ما أكل؟ مثلا يقول لي خلص لا تأكل هيك، دائما بس أخلص أعمل الجريمة ما شاء الله بيسحبوني. لا هو هذا الإشي طبيعي، نحن كبشر بالنهاية، وخصوصي موضوع اللي خلينا نحكي السوشيال ميديا، موضوع الدايت والنيتريشن هلأ كتير وهي الأشياء، الواحد إنه يحافظ على شكله وعلى جسمه كتير بتأثر علينا، خصوصي نحن كبنات وكصبايا صحيح. هذا الإشي بيأثر علينا، فممكن مرات إشي يصير عنا ردة فعل، ما بعرف إذا بتصير معاكي ردة فعل عكسية، إنه أنت ممكن تصومي ساعات طويلة من لتاني نهار هيك ردة فعل مشان تعوضي الإشي اللي أنت أكلتي، أو إنه تقللي من السعرات الحرارية للنهار اللي بعده لأنك أنت أكلتي كمية كبيرة. يعني في ناس مثلا بيصوموا نهار، في ناس بيصوموا نهارين، في ناس بيصوموا ثلاث أيام ورا بعض كرمال إنه يخففوا، بس إيش بيصير معهم؟ بيرجع للشراهة والأكل بنهم أكثر من أول، أكثر من أول. كل ما لها هي الحالة، كل ما مع تكرارها رح تصير خطيرة أكثر. وفي ناس غير الصيام بيصير معاهم التقيؤ، بيعتمدوا لموضوع انهم يتقيؤوا بالضبط، فهذا الاشي كتير خطر، بيصير معنا اضطرابات معوية، ارتداد بالمريء وغير حموضة المعدة، وبصير لا بدها علاج كمان للجهاز الهضمي، يعني بدها بصير الكونسيكونسز في مشاكل ثانية بتصير. أيوة تطلع أيوة صحيح بالزبط. حتى بتصير رائحة التن بالضبط، والأسنان حلقها وأسنانها تتلوث، هذا الاشي كتير مزعج بيكون. طيب بدي أسألك هلأ، نقول الإدمان الطعام ممكن يكون بالمأكولات الصحية والأشياء هاي مرتبط فيه ولا ما إله دخل؟ أو ليش ما بنشوف أو ليش ما بنشوف
الصحي. صحيح. هلا احكي لك ليش، لانه الاكل الصحي ما فيه سكر عالي ما في دهون عالية صح؟ فبالتالي أنا الإدمان لما بدي يصير عندي أو ينفرز هرمون الدوبامين بينفرز للأشياء اللي بتكون حلوة سويت أكتر وبتكون مدهنة أكتر أو الاثنين مع بعض ككومبينيشن مع بعض. فبالتالي أكيد يعني لما بناكل أكل صحي ما رح ينفرز هرمون الدوبامين إلا إذا نحن اشتغلنا على موضوع اللي هو أنا عم أقدم، يعني هو نفسيا خلينا نحكي أنا شخص عم بتبع نظام صحي عم أقدم لحالي أكل صحي مشان حافظ على صحتي، هذا إشي بالمنتاليتي بده يكون تمام بفكر البني آدم مش كأفراد هرمونات سعادة وإحساس بالراحة. فمشان هيك بتكون خياراتنا دائما سيئة بموضوع الإدمان للدسم يعني تحديدا للدسم صحيح. طيب لو تشخصنا أنه خلاص شخص اعترف مبدئيا بتوقع دائما حل أي مشكلة هو الاعتراف فيها صحيح. وصلنا لشخص أنه خلاص أنا عندي إدمان وبدي أحله شو العلاج اللي ممكن نحكي فيه وكيف التقسيمة العلاج، هل هو إشي نفسي سلوكي ولا ممكن يكون طبي وأدوية وغيره؟ بالضبط. هلأ حسب هو أولا نحكي نحن حسب الحالة، إذا كانت ببدايتها ممكن أخصائي تغذية يساعدنا بالموضوع، إذا كانت شوي سيفير أو متقدمة حكينا وصلنا لمرحلة اللي هو التقيؤ مرحلة الصيام لفترات طويلة لمرحلة خلينا نحكي في ناس كثير عندهم موضوع رياضة يعني بتحسب بالضبط عندهم هوس السعرات الحرارية مثلا ممكن تكون حاسبة قديش أكلت بالضبط تروح بتدور وبتحسب مثلا أكلت أنا 2000 سعرة حرارية هدول 2000 بتلعب 3000 4000 سعرة حرارية أو مثلا ممكن تاني نهار مثل ما حكيت لك تصوم وتلعب رياضة فهذا الإشي بيكون كثير خطر. فهي هون العلاج رح يكون حسب أنا حالة المدمن وين واصلة، ممكن نستعين أكيد بطبيب لحتى نحن نشوف إذا في عنا مشاكل صحية ممكن نعالجها نأخذ أدوية، ممكن أخصائي نفسي لحتى نعالج أو نظبط شوي السلوك هذا الشخص، نبلش نحكي له إيش الأشياء أو العواقب إذا رح يستمر بهي الحالة وإيش الأشياء المنيحة والجيدة إذا هلأ لحقنا الموضوع واشتغل كأخصائي تغذية مع أخصائي النفسي لحتى نحن نقدر نساعد هذا المدمن أو هذا المريض. ليش؟ لأنه هو مرات ما بيكون يعني صراحة خلينا نحن نكون معه للشخص ما نكون ضده. ليش؟ لأنه مو يعني هو مش بقدرته مش بتحكمه أنه عم يعمل هاي الأشياء، بتكون خارجة عن نطاق الإرادة لأنه الإرادة هي موضوع بالدايت خلينا نحكي، لما هون الشخص عم ياخد كميات كتير كبيرة وعم يفرط فيها وما في عنده كنترول الموضوع مش موضوع أنه إرادة، موضوع صار عن جد إدمان. إدمان جميل. طب يعني هذا الإدمان موجود مشكلة وزي ما حكينا أتوقع أنا قرأت عنه كمان صار معترف فيه طبياً. أكيد. أنا بدي أسألك شغلة بعيداً عن الموضوع بدي تحكمي ضميرك معنا. أكيد. حكينا إنه الإدمان مش منيح. بدنا نحضر سوا تقرير معنا اسمه من فقر الطبق يوم بيوم. زميلنا فارس دائماً بيشجع الناس على إدمان الطعام. فحابين هيك كمان تحضرين معنا وتعطينا رأيك. أكيد. وشكرا لك طبعا لوجودك اليوم، معلومات قيمة وإن شاء الله نستضيفك في حلقات قادمة. تسلم. شكرا. شكرا لتواجدك وعن جد استفدنا من المعلومات اللي حكيتيها وخلتيني أكد شغلات جواتي.